السلام عليكم شباب، ما شاء الله طايرة واحد على واحد بكل المقاييس. فول هاي الطايرة ما شاء الله، بالجسم بالجنيح بالريشة بالمواصفات ما شاء الله، بالظهر يعني طايرة مال تفريخ فول هاي الطايرة. واحد الكارثة ما شاء الله طايرة، يعني والله العظيم واحد على واحد. اللي يريد أبطال ياخذ هاي الطايرة. شنو صفطه صفط، شو ما تقلبها ما تتحرك ما شاء الله. شنو المواصفات اللي بيها؟ شنو القياسات الستاندر اللي بيها؟ وهاي الشهاده مالتها عمي حمام الدرق باندي بولك بلوه، ابوها حفيد ال 92 على 40,000، وامها اخت الكتل من جهه الاب. ابو الكتل على 702 اللي هي اخت السمينه 701. ما شاء الله والله اللي بده يطلع ابطالي بزرها الطيره.